أهلا بكم، أنا ساجدة من فصيح. تحدثنا في الفيديو السابق عن قاعدة حركة الفم والشفتين، وقلنا أن هذه القاعدة تساعد كثيرا في توضيح الكلام، وذكرنا حرف الك ك و ق ق. في هذا الفيديو سنذكر حرفين آخرين تساعد حركة الفم والشفتين على إظهارهما بوضوح، وهما حرف د د و ض ض. انتبهوا لحركة فمي ثم كرروا من ورائي: د د ض ض د د ض ض. ممتاز. والآن انظروا كيف يؤثر نطق الحرفين على معنى الكلمات. فمثلا كلمة دار 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 دار، مدى مدى، مضى مضى، درب درب ضرب ضرب. لمزيد من التدريب اسمعوا هذه الجملة ثم كرروها من ورائي: مضى يعض ويرد، إن الضرب درب ضار لا مدى له. صعبة؟ لنعيدها معا، كرروا من ورائي: مضى مضى يعض يعض ويرد، إن الضرب درب ضار لا مدى له. تمام. والآن أعدوها لوحدكم، هيا. ممتاز. والآن هل تعانون من نطق بعض الكلمات في هذين الحرفين؟ شاركونا في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو جديد.